حدث العرائش اخوان معنا الان المنظم ديال الدوري عطينا شي كلمه. بغينا السي عبد السلام تعطينا على حساب الدوري هذا اللي منظم. عبد السلام حشمه بعد الشر هي الاولى شرفنا باسم الجمعيه المنظم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك اخي بونو على الاستضافه. وكنا مش حالتي كنتمنوا تكون معنا هنايا ولكن الوقت ما كانش مستمر. جابنا واحد واحد الترينادور كبير هو اللي جابنا لهنا بلال. سي بلال ولكن دائما كيشارك معنا وصبنا الشكاوي منه بزاف في اي وقت يعني كيكون حاضر دائما بلال تصفيقات عليه. وي 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 عطينا شي معلومات عليه عطينا شي معلومات على الدوري هذا والمدعم ديال هذا الدوري هذا. معك عبد السلام شعبوشي جمعيه جيل جديد 80 والدوري هذا كنديروه دائما كل رمضان اخاي ابراهيم وانت عارف خصنا نخرجوا شويه المواهب من هنايا فهمتي كيفاش؟ الجمعيات كاينه بزاف وكنستضفوهم حتى هما الجمعيات كاملين بالنسبه بحال بلال بحال حمزه خوه بحال رضا بحال الدري اناس المهم النواحي ديال الحي الاحياء الشعبيه وصافي الاحياء الشعبيه كنبغيو نخرجوا منهم شويه المواهب ويبانوا شويه فهمتي تحى الله على الجمعيات بعدا يبينوهم ويديوهم وكنتمنى واخا ابراهيم ان شاء الله هذه الرساله توصل للمسؤولين الكبار. بغينا نعرفوا اول حاجه هذا الدوري شكون اللي مدعمه؟ التدعيم مدعمه انا معايا الاخ رضا هو هو اللي كيكون معايا الجهه المعنيه ما كاين حتى شي حاجه. رضا زيد على الدار سالي ابراهيم انت راه كتعرف هذا الشيء انت كتعرف ملي كدير انت شي حاجه كتدير الشوط ديالك انت كتشوف راه انا كنجي من هذه الرساله لمن كتوجهها؟ هذه الرساله كنوجهها للمسؤولين وكنوجهها حتى اللي معانا في الاحياء وحتى الوالدين هاد الاولاد هادو خصهم حتى هما يساهموا ويدعموا ويدعمونا ويدعموا حتى ولادهم باش يقدروا الدراري يوصلوا لواحد المرتبه اللي باغيين. شحال داير من الفئه هنايا؟ كاينه 8 ديال الفرقات داير. لا شحال من فئه؟ فئه ديال 2006 و 2007 و 2008 ثلاثه ديال الدوريات كتسهر عليهم بوحدك راه دار مجهود كبير. دابا دايرين عاوتاني الفرقات الكبار عاوتاني يعني 2006 مفتوح. هذا راه مجهود كبير مديره كبيره كدير والدوريات كاملين كيدوزوا في الموسم ما كاين لا صداع لا مشاكل. كتكون شويه ديال الصداع اخي ابراهيم ضروري مشاكل انت كتعرف حيت راه ماشي كلشي كويري ضروري انت مثلا انت كتجيب واحد ضرب به البوله وكيصدق هو مزيان ولكن كيجيب لك جوج ولا ثلاثه ما صالحينش ولكن حنا كنحاولوا نتفاداو هذا الشيء هذا. درتي لهم شي التزامات وكذا ما كاين والو كتغامر بحياتك راه مسؤوليه كبيره انا عارف المسؤوليه هذه ولكن اش عندي اخي ابراهيم نهار الله هو هذا حيت لا بغيتي تعمل لهم التزامات كتغامر من اجل الرياضه واش غنديروا؟ وهذاك هما كيشوفوش والو والو دائما تبان دائما خايف ما كيقدروا ماكش اخي ابراهيم انت كتشوف وكنتمنى هذا الشيء هذا يوصل للمسؤولين اخي ابراهيم وكنشكرك على وصل ان شاء الله وصل الله يرضى عليك حيت علاش؟ حيت ما كايناش شكون اللي يدعمك والو الدعم ما كاينش مره انت كتشوف واش انا بوحدي نصار على مصيبه ديال الفرقات كاينه عندك صح انت كتشوف الفئات الصغرى انت كتصطاب ثلاثه الفئات الارضيه ما كتزيد عليهم كل شيء الارضيه راه ما عارفينش وشكرا السي ابراهيم وكنشكرو تحياتي ليك الله يرحم الوالدين وصلنا هذا المجهود هذا اللي كنقولوا لك وشكرا بزاف تعال على سلمي